كابتن حمزه اللياقه شلونها؟ لان شفتك هواي سويت لقاءات. والله اليوم اول مره اسوي لقاءات، يعني تدري انت يعني اليوم الحمد لله يعني فريقنا كان مو سيد الى درجه، هو اليوم كنا نتقوي لفريق الشرطه، لكن اللي كسب بالاخير هو عامل الخبره، عامل الدكه اللي موجوده. احنا اليوم الدكه مالتنا او فريقنا كله هو 16 لاعب، يعني هو اغلبيتهم ما يمتلكون خبره ولاعبين شباب، يعني وتدري انت المحصله النهائيه الخساره امام الشرطه بهدفين لهدف مع هذا الاداء الشبابي هو امر ايجابي، ممكن يكون دافع معنوي للمرحله الثانيه. اكيد هذا اكيد، يعني هذا احنا يعني راضين عليه، على هذا الاداء اليوم الحمد لله كانوا جيدين. تدري المرحله الثانيه عندنا استقطابات، يعني راح نستقطب لاعبين محترفين، لاعبين محليين، راح يعني راح نشاهد الديوانية يعني غير بالمرحلة الثانية إن شاء الله. يعني طموحك ما ينزل الديوانية لدور المظالم؟ لا ما ينزل أكيد إن شاء الله، ما ينزل أي كلمة أكيد إن شاء الله.